المطبخ التونسي مع ماما ألفة. مرحبا بكم، الناس الكل. هذه تحضيرات رمضان كنت عملتها قبل الحقيقة، ومهمش فرد نهار. هذا الفيديو هذا معناه مش لكل شيء فرد نهار. ظهر لي أني باش نبدل الديكور متاع الكوجينة، لفاحات باش نبدلهم نحطهم على برا هكايا. لتجير هذيك كانت فيها قضية نحيتها وحطيت فيها اللفاحات والحاجات اللي نستحقهم كل يوم تقريبا، ومن بعد هذيا اللي نستحق فيها كل لوح اللي نقدم فيه ولا اللي نطيب فيه جاتوات. كيف كيف نظمتهم كيما تراو بعجالة، وحطيت الحاجات اللي كيما قلت لكم نستحقهم بالكدا. والطاولة نتاع بيت الفطور جبت حطيتها هكايا بين البيت الصالة والكوجينة، جات هكا من بيناتهم خاطر كبيرة، والحق عطات منظر هكا مشرة وكل، وساعت بالكدا حتى من الكوجينة هكا وساعت شوية. وهذه دورة بعد اشترى غوميناج، الحقيقة مش غوميناج كامل، المهم تبديل هكا الجو وكل. من بعد كملت نظمتك الليتاجيغ وكلهم الليتاجيغ الكل، لي زيليمون الكل متاعي نظمتهم، الماعون كل شيء. توا قلت باش نعمل بريك في المقلاة، حطيت شوية زيت نوات كوكو ولا زيت زيتونة ولا زيت اللي عندكم تقليو بيه، جست حطيت شوية. وعندي بطاطا مصموطة ومعدنوس لحم مفروم وكبار وعظم لميته بالعظم وفوح ملح وفلفل اكحل. وتوا خذيت الملسوقه نتاع الشارع الحقيقه عندي كيما هكا كيما تراوها، طويتها على أربعة وعملتها مثلثات، والعظم كعب عظم برك راني عملت به هذاك الكل، عملتها مثلثات هكاكا يتقليو منا ومنا يتيبو فيسع معناها ما فيهمش برشا عظم. وحطيت جبن زيدا نسيت شو نقولكم، ونستقطرهم مليح قبل ما نهبط الكعبة قبل ما نحطها في الصحن، بخلاف نحط بابي اسويتو باش يزيد يمص لي الزيت. اكل مغرفتين ويلد نوات كوكو هذاك اللي نعمل بيه يكمل لي الحق الكل، معناها عملت تقريبا 6 كعبات ولا 5 كعبات كملهم لي الكل ويقعد منه. ولهنا عندي صوص متاع خليكم الراب تاع صندوق الوصفة، عملتها قبل عدس احمر وشامبينيون وسكالوب، قعدت لي عندي طرف روز حطيت خلطتها مع بعضها، وزاد قاعد الطرف روز في الفريجيدير عملت لهم إعادة رسكلة خلطوا مع بعضهم ولاو صحن. وعملت شوربة شعير وكا جاي فطور حسيلو بعد تعب، ومش سهلة معناها واحد باش يبدل حاجة كيما هكاكا. هكا هو هنا أمل اشتهيت الفريز، قلت باش نعمل لها معجون، اشتهيت معجون فريز قلت نعمل لها معجون فريز. عندي شكارة فريز في الكونجيلاتور جبتها صبيت عليها كاس ماء وحطيتها طيب. هيك بدات تكشكش هيك الكشكوشه نحاول نحيها، سينو تخليها معناها عادي تتوقف في الاحراف نتاع الكسارونه عادي. طوا هيك شربت خليته غلي للي يشرب، وطوا باش نرحيهم هكا الكعب اللي قعدوا باش نحط هوني مغرفه صغيره نشي خاطر ما عنديش السكر اللي باش يرده لي جيلي فيه، وانا تعرفوني ما نستعملش السكر. دونك حطيت نشي باش هكا يسخن له القوام يولي ثقيل هكا القوام نتاعو شويه، باش في الاخر نزيدو عسل هاكا. بعد ما رحيتو عاودت خليتو عمل الغلوه باش يطيب نشي ويوثقوا القوام نتاعو، وطبعا نحط العسل نذوقو وكهو طاب المعجون نتاعي. اما حسيتو من بعد كي برد حسيتو مازال سايح، واللي ترجعتو على النار اللي شرب شوفو قداش شرب كمية باهية، شرب معناها تبخر برشا ماء فيه وقعد هكيكا بشي ولا ثقيل، هو سخون هكيكا وثقيل. هذا المعجون الصباح انا شهوة بجاي خذيتها ومن تحضيرات رمضان زيدا عندي برشا خبز قعد لي هكايا نخليه في الكوشه، حطيته يسخن في الكوشه للي ولا يتقرمش، حطيته في الفود بروسيسور ورحيته باش يولي لي شابلور باش نعمل الشابلور، لكن حسيته جاني ياسر خشين هكايا شويه وليت رحيته فك القمصان هذاك اللي نرحيو فيه الجو ولا السموثي. خبز هذا اللي نعمل فيه انا في الدار مش خبز متاع الشارع، وخبز القمح الكامل هذاك علاش جاي غامق. تنجمو ترحيو معاه الشوفان، ترحيو معاه شعير،
تروحي ما تحطوا معاها دقيق القطانية يهز بعضه. ومن التحضيرات زيدة اللي عملتهم، حبيت نعمل يقعد للسحور حتى هكايا ولا الفطور الصباح لمل، باش نعمل الغريبة والبشكوتو، غريبة الحمص وغريبة الذرة وبشكوتو بالفرينة القمح الكامل. حتى الغريبة عملتها بفرينة القمح الكامل، تقريب 9 مغارف غريبة معناها واحدة ذراع، وإلا 9 مغارف حمص، عليهم 3 مغارف فرينة القمح الكامل. ومن بعد نحط زيت زيتونة ونحط زبدة وعسل، نبسسهم تبسيس بلاش مقاييس، ما قستش بالمقاييس، سينو نخلي لكم اللي بالمقاييس في صندوق الوصف. أما صدقوني البنة ما نحكي لكمش، والله العظيم ذكروني بيامات مماتي، الطعم متاع الغريبة متاع الأيامات زمان، لا قياس لا حتى شيء. كما قلت لكم 3 مغارف 9 مغارف فرينة متاع ذرة، وإلا 9 مغارف فرينة متاع حمص، عليهم 3 مغارف فرينة القمح الكامل، ولا الزيت والزبدة بالعين، كشطر زيت وشطر زبدة تبسسهم بيدك، إذاهم يكونوا طريين ما يكونوش شايحين ناشفين يتكسروا. والحلاوة عملت العسل، الحقيقة عملت العسل وشوية سكر في لوغ دو كوكو متاعي. هذايا عمل عاونتني قاعدة نقدو في البشكوتو متاع القمح الكامل. نخلي لكم المقادير الفيديوهات في صندوق الوصف. انا في بالي راني صورت لكم بالتدقيق، اخي طلعوا برشا فيديوهات ما تصوروش، الله غالب وليت عملتهم هكايا معناها بعجاله، قدر الله ما شاء فعل. هذه الغريبه نتاع الحمص، هذه الماكينه نتاعي كيتشينيد، شريت عليها لاباري ديك نتاع الحمل المفروم ومتاع المرقاس، هي بيدها تخرج لي نحط فيها القماع. انا وكا هو ذوما، ها هاكم شوفوا كيفاش حضروا البشكوت. وهوني عملت التاي ان شاء الله نعمله لكم بالقشور البرتقال وبالزعتر، قالت لي عليه واحده جزائريه ذقته عند تونسيه، جربته جي روعه روعه روعه. وعملنا قعيده هكايا العشيه بعد ما طيبنا انا ومل مع بعضنا، عملنا الغريبه والبشكوت، جاو بنين بنين على الاخر، اما ما قعدوش راهو هم في للامانه ما قعدوش اصلا من رمضان على ما جاو بنين، خاصة غريبة الدرا راهي غريبة زمان. وخلطت معاهم الجلجلان، حطيت معاهم كمشة كمشة جلجلان، والتاي الأخضر نويتكم ولا نشهيكم إن شاء الله نعمله لكم مرة. حبيت نوريكم القوام متاع البشكوتو بفرينة القمح الكامل البشكوتو وبالعسل كيف كيف وسكر فلوغ دو كوكو، طري جاي وهشوش، حتى كي تغطسوا في الحليب يشرب الحليب ويطرى هكا يبدا محليه. وهو بيدو عملت بيه دي فيغين، كي قعد لي شويه منه في الاخر عملت بيه دي فيغين. الغريبه منظرها مش لك الكل، لكن مطعمها روعه روعه روعه. ومن تحضيرات رمضان هانا نحضروا فيه شمل نسيت ضحك في النواصر، هاي في في النواصر هذوما توا حليناهم، ها تو نشوفوهم كيفاش مع بعض. نخلي لكم الرابط نتاع النواصر في صندوق الوصف، راني عملته معاكم مره بلاش ماكينه. هذه العجينه نتاع العجينه هوني خلطت، راني حطيت عملت طلين عجينه باش نخلي منها شويه للحليلم، والاخرين باش نعملهم نواصر. طب باش نزيد كعبه الاخرانيه نبي نواصر والاخرين حليلم. عملت 400 غرام سميد و100 غرام فرينه، ماذا بيكم تعملوا سميد صافي. وكل ما نجبد طرفك نرجعو في الساشي نتاعو باش ما يشيحش. وهاو كي نحط الفرينة يولي يشيح، حلها بنشي. اها كي نحطو في الفرينة تشيح، خاطر الفرينة ديجا هي نشيحوها. هذا نشي مش فرينة، نشي نشي. وبعد نجي اذا تحبوا بالماكينه نحطها ايمن في النومرو الاولاني في الصفر، وتبدا مازالت محلوله باش نحلها شويه. انا ما دايرش بالقلقال احسن، عملنا لهم فيديو بالقلقال وهذا فيديو بالماكينه. عاونتني اموله فيها يعطيها الصحه.
هاي استنى طبعا نزيد زوز نوامر اخرين نجبدها، اذا شاحت من شيء نجم نزيد نعملها نشي. هاي تمام استعدناها. نزيد توا زوز نوامر اخرين، نبداو نضيقو في الحديدات هذوكم الزوز اللي يدورو بشوية بشوية. ها توا صاي طويلت نورمالمون، باش نقصها على اثنين خاطر ياسر طويلة. هيا ونحط توا النومرو الاخراني على خاطر شنو؟ لا خاطر الحلم مش هو بلينا حليلم نوصل نوصل هاي. هاكا هذيك الاخرانيه لازمها تكون هكايا نورمالمون نراو يدينا من وراها حتى ما رينيش يدينا نعاونوها نبداو نعملوها هكا هكا نعاونوها باش تزيد تتحل اكثر. نمشي ننشرها مع بقية الوصلات الأخرين. لازم نكون طبعا نشوفوا الحليم كيفاش باش نعملوا هذا الحليم. وإذا كانت راتب الحليم بلاش نشي راهو. طبعا عندي الغريبل هذوما نحنا الحليم الأكثرية نقصوها على الغريبل باش يدخل منها الهواء من اللوطة ومن فوق وتشيح لنا فيسع. وإلا في طبق تحطوا في طبق عادي مادام عندي غريبل دونك نزيد غريبلي. يا مظلية ها يا من شد هاو الحليل مغزر لك باش نعرف شد كعبورتك وين شد كعبورتي الحليل بنجبد بشويه بشويه هكا ونعاود نخبي ونجيها نعملها هكا هكا يا من اعمل كيما تحب المهم نعملوها طويله هكا هاي فغزر لي طاك باش نعرف شدها في ديك هكا مازلت مش الكل هاي صفا كم شيت وطوى شد هك هكيك حتى نعملو أوصر حتى نجيبو بلاصة هكي تبدا بلاصة هكا جويدة انا نعلم فيها مال وانتم تبعوا ريتا نركزوا في ال... ليه بلاصة واحدة مش الكلها معناها نشد هكا مثلا هيدي باك ونبدا نعمل هك هكا هكا ونطلع معاها وهي هابطة وهي هابطة وهي هابطة كاللوطاني هذاك يرزنا باش نجي للبلاصة هيدي جواي راح زيد كمل كمل هيدي عملها هكا هيدي لو هكايا هكاك تخي بيان هكاك صحيت صحيت أمور من بعد نجي ناخذ الطرطوشة نتاعها الراس نتاعها شوف كيفاش نعملو له هاك الراس الصغير هاك حطو بين صوابعنا لا باليمين عاد شد باليسار استنى نكمل نزيد نجود لك فيها هاك تكون جواي أكثر ما يمكن تشد باليسار ويدك باليمين صحيت هاي شوف كيفاش باش نعمل نجبد الطرف هكايا ندورو ونقص يجي في دي هك لا ياسر صغيرة ليك نزيد نعاود ناخذو هكا ندورو طرف وهكا ندوروه ونقصوه وانتوما كيما الحجم اللي تحبوا عليه صحي تمام اما مدورة راهي مش هكا هكا تعملها تعملها هكا لا مش فوق الوحدة الغربة هكا هكا والا قص على روحك طرف هكا نورمال هك طرف هكا وشدوا بصيبك عملوا هك يولي حليل ورمي ترى جر نعطيك اسهل حاجات هكا باش تشوف ها كيف كيف ومن بعد طب يدكم تخف انا لما حالة يدي تبدا يبسه من الاول وبعد تستانس عندي عامين ما عملتش الحليل العام اللي فات عملناها بالماكينه كي الرشتة وسنين حق شتي تحليلي محليلي طربك نورمالمون انتي الغربة الصغير وانا الكبير سي با كراف امال والا عملها هكا يعني نوج لك اسمها قصها هكا تروف وعملها هكا هيك حلومة وليت صافا نوجلك أقصى الحاج وسع بالك
هذه فكرة واحد في الكونفينمون حطيوها لصغاركم يعديو بها الوقت. صحيت اش خصني كنت تعجبك نخليك تكملها وحدك. عايش خليك كلها وحدي. ها خليك كلها وحدي كملها وحدك. هيا عامل فيك نحب حتى انا نعمل حليلة ونعمل حاجة بيدي. هي تخشيل وانت تعمل لها ضربة هكا وهكا ونقطع. هذه كواليس التصوير حبيت نصور لكم. اهو هاي الطاولة متاعي حاطة الجو مرغادي حتى نوسع في بالي مال الحليلة مع لقيت قناة نظمي حياتك وامكانياتك. هيا مهبطة فيديو على كيفاش تقضي قضية رمضان وكيفاش تمشي تقضي تتسوق في الوقت هذايا. محلية حسيت تحس كأنك معاها في تونس. يعني حطيتها قدامي والهنا هذه بتاع التصوير. وامل اش قاعدة تعمل هنا؟ قاعدة نعرف نقصنا حمد. امل قاعدة طيب لنا في مقرونة بالصوص هكا حاطة الكرسي بحذايا. امل هكا هبطت لفاحات الكل هكا من فوق بالكرسي تهز الكرسي تجيب هبطت لفاحات وهنا ما تتحركش نقولها اعمل حط كل شيء. وهي هكا صبت الماء توا في الصوص وباش تحطها توا على الغاز هكا مقابلتني من غاديكا ونكونتروليها. اش ميلانج؟ هاي خلط صحيت. نحب نخلطين. هاي الأكثرية باش نعملوها مقرونة بالطن، مقرونة بالصلصة، ومن بعد نحطوا لها الطن وكبار. يامي. هنا ما ضحكوني كاين الساقين في الكرسي هذوما. والطفلة قاعدة ترمي في المقرونة بعد ما كسرتها. هنا هاني مزلت، مزيت العجينة دي كلها أحلالم. وطبعا تفرج في ليلوتة كليلة بالأزهر عشية رمضاني هبطت واني نفرج فيها. هي كملت عمل المقرونة بتاعها طوينا جيست حلطها مقرونة بالطن وحطت فيها الكبار كبار والطن يسر يسر بنينة. وهو كملت الحليلم صي كملت قطعتهم نواصر شاحت. ها هي نواصر باش نحاول نقصها هكا باش ما نخليش احراف وثنيات هكا وطويات. ويجيني لك عب مستويين ثلاثة. النواصر راهو سر النجاح نتاعها اولا واخيرا في نوعيه السميد. لازم السميد يكون ارطب اكسترا فين ارطب 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 معناها باش تجيك باهيه وما تتفتفتش معاك وتجيك هكا صفرة ومكبوسه وما تستحقش برشا فرينه ولا شيء. وماذا بيكم تحلوها بنشي؟ انا حليتها بالفرينه المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات. المره هذه حليتها بنشي كما مستنسين حق في دارنا نحلوها بنشي جات يسر روعه. وكيما تراو ما نقصوها كاين لما تشيح مش تشيح تتكسر لكن تشيح باش ما تلصقش في بعضها. وهوني نشرت الحلالم ونشرت النواصر قاعدين يشيحوا. نهيرين ثلاثة ان شاء الله يشيحوا نحطهم في الحكوك نتاعهم. الحلالم باش نعمل نهار للعيد ونهار في وسط رمضان ونواصر جست نهار معناه ليلة عشاء وكهو. هذا هو الفيديو تاع تحلية رمضان. إن شاء الله تجيبوها المقرونة نتاعي وكل صغاركم عملوها كي نكبروا. في حلقة أخرى وصفة أخرى